السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. سمحوا لي على اللايف اللي ما رانيش ندير باسك مع كنت عيانه وباقي عاد عيانه. ان شاء الله يا ربي كنبرا ونلحق معكم باللايف ديالي في تيك توك وفي كل شيء. هذا النهار ولا هنايا عندي معلقه نتاع الخرقوم، معلقه نتاع البزار، معلقه نتاع زعفران الحر، وعندي معلقه نتاع راس الحانوت، معلقه نتاع سكنجبير، وعندي هنايا ثومه واحد نص معلقه نتاع الثومه مطحونه، وهنايا عندي قزبر ومعدنوس، حبه بصله، هنايا عندي واحد لاكومون تاع واحد جوج دجاجات واحد الناس. عندي هنايا السيترون في الماء تاع الحامض، كل واحد باش يشرب الدجاج ديالو. هنايا عندي زيت العود والزيت البيضاء، انا خدمهم خلطاهم ولا مخلطاهم باش نخدم بيهم. وهنايا عندي الملح ديالي، ملحة على حساب الذوق، الملحة أنايا ندير على حساب معلقة كبيرة للدجاج خاطر غادي يكون فيه الزيتون. وهنايا غادي ندير الماء نتاع الحامض الخضر، وغادي نشمل معاكم دجيجاتي إن شاء الله يا ربي. بسم الله بسم الله، نخلط كل شيء. كنشكر الخواتات والخوت اللي راهم يسقسيو عليا في اللايف وفي الواتساب، كيعيطوا لي ويسقسيو عليا. الله يكثر خيركم ويخف عليكم وما ننساش خيركم، التعاليق الزوينه نتاعكم. كنشكركم خوتي خواتاتي كاع على التعاليق اللي تخليو لي زوينه، كاع المغرب العربي والناس نتاع اوروبا كاملين لي يسقسي عليا، يسقسي عليهم الخير. الدجاج ديالنا مدامر مليح مليح، ونولي معاكم ان شاء الله. انا الدجاج ديالنا نديرهم هكا على صدرهم خاطر كاين غير زوج، انايا ربطتهم ما بغيتش البلاستيك ديالهم. البلاستيك شوية يزلق ديالنا، الجرمينة ديالها نديروها عليها ونخليهم شوية تدخل فيهم الترمينة، عاد نرفضهم إن شاء الله يطيبو ونولي معاكم. ندير فيهم واحد الكاس تاع الماء، واحد الكاس تاع الماء. السلام عليكم، ها الدجاج ديالنا وجد، نقلعوه ونديروه في الفور. نديروه في الفور إن شاء الله ونوليو معاكم. ها هنا عندنا الزيتون تاعنا، الزيتون والكاروط، فوالا غادي نديرو يطبخ ونولي معاكم ان شاء الله. فوالا الدجاج ديالنا اللي درناه، نقدموه لكم بالصحة ولهنا لا كوموند، شكرا، وديرو جيم وبارطاجيو هاد الفيديو، الله يرحم الوالدين، شكرا.